عزمنا واحد هذا النوع هذا النوع أبو السجاير. هات حبيبتي هات، مش حكيت لك شيء؟ طافي من الناس معنا، تعملي لي قهوة. عملت لك قهوة عشان في موضوع مهم بدي أحكي معك فيه عشان تصحصح. وشو موضوع الخمس دنانير هذول؟ هذا الموضوع المهم اللي بدي أحكي معك فيه. اللي هو؟ هاي الخمس دنانير شو بدي أعمل فيها؟ خمس دنانير باليوم يعني 150 دينار بالشهر. أيوة 150 دينار، 120 دينار أجار البيت، 30 دينار كهرباء، هاد لا أكلنا ولا شربنا. سلمى ما بدها مصاريف. بحب أحكي لك تليفوني اليوم مفصول. ليش تليفونك مفصول؟ هو كان يحكي الصبح عادي. ما انت عارف شركات الاتصالات بتغيب عنهم يوم بفصل التليفون، ما بدي احكي ولا بدي حدا يحكيني. هاي عيشه اللي احنا عايشينها؟ احكي لي هاي عيشه؟ طيب تعال شوي، اجار البيت مش بتدفعي من راتبك انت؟ ما تتفصحن، رايح جمعيات ورايح تصليح على سيارتك، يوم اكسات خلفيه، يوم اكسات اماميه، يوم ماتور، يوم سنوبرسات. سنوبرسات، لو شديت على حالك بتخليني اروح اشتغل بواد الرمم. انسيكي من هذا الحكي كله. عارفه شو دائما بتخيل؟ شو؟ بتخيل لو هذا التاكسي إلنا 60 دينار في اليوم، أكثر من 2000 دينار بالشهر. هل لك أن تتخيلي أكثر من 2000؟ بعدين أنا رح أحكي لك، أنا رح أحكي لك، روحي روحي تسوقي. كل يوم بدي إياك بصالون، كل يوم بدي شعرك يكون بتسريحة شكل، اعملي اللي بدك إياه. ردي شراتج ردا ردا، خلي شراتج نرمي مخدة. أيوة ردي شراتج ردا ردا، خلي شراتج نرمي مخدة.